السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الرابع الابتدائي. النهاردة هنكمل معاكو يونت 5 لسن 2. لسن 2 today we will discuss parts of the body. Parts of the body يعني أجزاء الجسم. ده درس مهم جدا وسهل جدا. knee, legs, arms. ملاحظين ان مفرد جمع، مفرد جمع. hand, foot. ده جمع شاذ مختلف. why ليه مختلف؟ جمع hands اضفنا s، arms اضفنا s، legs اضفنا s. اما هنا فوت اصبحت فيت، او اصبحت اي. تاني هنقراها كل كلمه مره، ويا ريت يو ريبيت افتر مي، كرر ورايا. eyes, ears, finger, fingers, knee, knees, legs, arms, hand, hands, foot, feet. دلوقتي اول كلمة E-Y-E. اها هخفيها. اول كلمة مطلوب منكو في البيت، open your notebook، افتح كراستك، افتح كراستك وحاول تكتب الكلمة. I'll hide it. خبيتها. Can you write it down؟ تكتبها دلوقتي. ها try now. حاول. ها كتبتها. If you tried، لو انت حاولت، and failed وفشلت، try again، حاول تاني. And but if you tried and you succeed to write it، نجحت تكتبها، you are an excellent، انت ممتاز. Second word، كلمة تانية ear. I'll hide it. Try to write it down now، حاول تكتبها في كراستك. Finger. حاول تربط بين السبيلينج وبين النطق واكتب finger، ما فيهاش اي اصوات، silent، سهلة. finger. طيب knees قبل ما تكتبها افتكر ان الكي silent، ببدأ بقول knees. ها try to write it now. Yes, you are excellent. And try to write down all these other words. Try to memorize it. حاول تعرف الكلمات دي. And see you later. مع السلامة. Goodbye.